انا بقول ان الراجل ده عامل ريكورد كويسه جدا مع النادي الاهلي في ماتشات ما بي يعني بيكسبهاش ما بي او بطولات ما مش بيكسبهاش. عايز اقول لا هو يعني هو لما تقيس له البطولات اللي خدها من ساعه ما جه، هو خد ثلاثه افريقيا، لعب ثلاثه افريقيا خد منهم اثنين. يا جماعه اثنين افريقيا دي مش سهله، واتنين بطوله سوبر افريقيا انه افريقي. يعدي كل الانديه ويعدي ويوصل وياخد الكاس دي مش حاجه سهله، ايوه مش حاجه سهله. وان الاهلي قعد 7 سنين من 2013 لغايه 2019 20 لغايه ما خد بطوله، خدنا بطولتين وكنا ممكن ناخد الثالثه لولا الظروف والمباراه. ومش فير برضو يعني، مش عايز ارجع تاني بقى للاحداث بتاعت المباراه وانها اتعملت هناك في المغرب في وسط الجمهور بتاعه. لكن انا بقول في النهايه ان موسيماني يبقى فيه استقرار يكمل عادي خالص، ويفكر بعد كده في اللي جاي يقلب خلاص البطوله دي ورا ظهره، وبعد كده يفكر عنده دوري وعنده كاس وعنده كاس القديم بتاع السنه اللي قبلها، ويبدا يشتغل تاني. وبطوله افريقيا اللي جايه داخله مفيش مشكله يعني. بس يعني انا مش مع الاصوات، لان انا سامع اصوات من ساعه المباراه كفايه ومش كفايه. انا بناشد المجلس اداره الاهلي، واكيد هم طبعا ادرى مني واعلم مني وعندهم خبرات اكتر.